النادي العلمي إنجاز، نادي علمي ثقافي رأى النور مع يوم النور، يوم العلم 16 أفريل سنة 2017، تأسيا به وسيرا في خطاه ونهلا منه. ورغم حدثة نشأته إلا أنه أثبت وجوده وصنع صداه تحت سماء جامعة زيان عاشور بالجلفة ب65 نشاطا متنوعا خلال سنواته الثلاث. يبتدئ منذ بداية السنة الجامعية بنشاط خاص لإرشاد الطلبة الجدد خلال التسجيلات، وقد كان ذلك سنتي 2018 و2019. The Scientific Club INJAZ has enlightened the cultural field with several activities from SPSS, WordPress and LaTeX training courses and several workshops in Arduino, robots making and developing. We have organized the biggest tech boot camp in the country in routing, switching, and network automation with Ansible. أشرف النادي على تنظيم دورات تكوينية من تقديم أساتذة ومحترفين في التصميم وفن التصوير الفوتوغرافي، وكان له شرف تنظيم البطولة الوطنية للمناظرات بين عدد مشرف من خيرة الطلبة والمناظرين وأصحاب الفكر، والتي كانت من تمويل مؤسسة قطر الدولية للمناظرات، ورافق عددا آخرين من هواة فن الخطابة والإلقاء في تدريبهم وتحسين مهاراتهم مع مختصين وخبراء، كما وقد خلقت فرصة للعشرات بضمهم في دورات تكوينية حول عمل السيرة الذاتية والبحث الاحترافي عن فرص العمل. مع إنجاز شهدت الجامعة تنظيم المعرض الولائي للصورة الفوتوغرافية بالتنسيق مع جمعية بيكسل للتصوير الفوتوغرافي، وبالتأكيد لن ننسى تنظيمه لمعرض الكتاب بنسخة سنة 2018 بالمكتبة المركزية لجامعة الجلفة، وقد قام بزيارة ميدانية لمعرض الكتاب سيلا 2018. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع نادي إنجاز، نأمل أن تقضوا أوقاتا مليئة بالفائدة والمتعة. شرفتمونا.